وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. برعاية منظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد وبإشراف مبارك فر من أكاديمية إثراء المعرفة، يقيم منتدى الضاد العربي ولليوم الثاني مسابقة للقصة الأخرى تحت عنوان الكتابة موقف ومسؤولية. فأهلا وسهلا بجميع من حضر معنا مع حفظ الألقاب والمراتب العلمية. سادة الحضور، اليوم يحمل طعما مختلفا متفردا. سنتلو معا آيات التفاؤل ونردد أغنيات الفرح القادم. عل الكون ينتفض عن جدرانه كل الأحزان والأتراح. معكم سنترقب بشوق آثر أنغام كلماتكم وصهيل أقلامكم. ستجمعنا العربية تحت مظلتها الوارفة، وستربت على كتف من خط حروفها بصدق لتمنحه الألقة إلى الأبد. سادتي الحضور، أحبتي، شغفها حب العربية، فكانت نجمة الأمسيات. علمتنا أن نحب الحرف بعمق، وأن نداعب الحروف برقة وعذوبة. قلبها كون شاسع يسع الجميع. رحبوا معي بأستاذتنا اللامعة الأستاذة الدكتورة وسام علي الخالدي، رئيسة منتدى الضاد العربي، لتبدأ منهاج الليلة بعذوبة كلماتها. تفضل سيدتي الكريمة. شكرا لك دكتورتنا المتألقة والمسعة، شكرا لعبق كلماتك العذبة. أنا أشكرك كثيرا على ما تفضلت به من تقديم لي، أشكرك كثيرا أيتها المسعة. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. إذا كان للشعر هو السنون الجميل، سبق أن حلق في سماء منتدى الضاد العربي وأبهج أغصانه بالتغريد في أكثر من مناسبة، فإن لليمامة، وأقصد القصة، حق لها بالهجين وأن تترنم وضمن المساحة المتاحة لها في رحاب لغة العرب، تلك اللغة التي تنتمي إلى سلالة الورد والسنابل والزنابق، والتي تؤرج أرض العرب من المحيط إلى الخليج. ولهذا كانت دعوتنا إلى هذه المسابقة أو هذا المضمار الفني البهيج، وقد تنادت الأقلام العربية المبدعة حتى بلغ الزهاء 100 قصة يستجلي سحرها في نماذج متنوعة وتجارب مختلفة، هي ترتقي إلى مستوى سحر شقيقها الشعر. الشعر والسحر، والسحر شقيقان لا يبرحان أن يقوما بصناعة الدهشة والبهجة والمتعة لدى القارئ العربي، فإن من حق القصة القصيرة أن تنفرد بهذه المساحة وأن ترتدي القشيب من فساتينها على يد كتابها وكاتباتها من بغداد إلى تطوان ومن نجد إلى يمن. ولكي نستثمر الوقت أختم وأقول شكرا لكل جهد أسهم باحتضان هذه الفكرة واستمر معنا حتى رأى كيف تزدهر وكيف تتفتح استجابة لومضة من هنا وكلمة من هناك، لتشكل قطرات ندى توقظ عيون النرجس وتلهم ثغور الأقلام الغضة. شكرا إلى رؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية، شكرا إلى رؤساء لجنة الفرز النصوص، وإلى لجنة التحكيم، وإلى اللجنة الإعلامية، رؤساء وأعضاء. لولا هذه اللجان الجادة الرصينة ما كانت لهذه الأقحوانة أن تتفتح ويستاب عبيرها من خلال تلك الحروف العاطرة بأريج الضاد وعبير الكلمة العربية المخملية المبدعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أيتها المبدعة، شكرا لك الأستاذ الدكتورة وسام علي الخالدي، رئيسة منتدى الضاد العربي. صغير هو القلب قلبي، كبير هو الحب حبي، يسافر في الريح، يهبط يفرط رمانا، ثم يسقط في تيه عينين لوزيتين،
ويصعد في الفجر غمضتين وينسى طريق الرجوع إلى بيته واسمه. صغير هو القلب قلبي، كبير هو الحب. أعزائي، تآلفت قلوبنا فاجتمعنا هاهنا تحت مظلة الإبداع. رئيسة منتدى المرأة والطفل المتميزة الأستاذة الدكتورة إسراء علاء الدين نوري تشاركنا كرنفال النوم لتطل علينا بكلمة، فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورتنا المبدعة والراقية على كلماتك الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار المجتبين. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد مساءكم جميعا. باسمي وباسم منتدى المرأة والطفل يسرني أن أحيي وأرحب بجميع الحاضرين والمشاركين في هذه الفعالية والمسابقة الأدبية الدولية، حيث تعد لغتنا لغة الضاد العربي من اللغات السامية، وهي أكثر اللغات غزارة من حيث الألفاظ والكلمات ومن حيث القدرة على التعبير أيضا. وتكمن الأهمية الكبرى للغة العربية في أنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، واللغة التي جاءت بها أحاديث السنة النبوية الشريفة، فهي اللغة المعجزة التي هي أقدر اللغات العالم على البوح بما يدور في خاطر الإنسان، فهي نبع لا ينضب من الكلمات والإبداع. لهذا جاءت مسابقتنا الأدبية لتعبيرا عن مسؤوليتنا تجاه لغتنا العربية، لتعبر عن إبداع وأدب وفهم وعلم في لغتنا العربية. تقدم بوافر التقدير والاحترام للأخت والصديقة رئيسة منتدى الضاد العربي الأستاذ الدكتورة وسام الخالدي، مبارك لك هذا الإنجاز والإبداع. كما أتقدم بتقديري وشكري للأخوات والأخوة القائمين على أعمال هذه المسابقة الأدبية في جميع لجانهم، وتمنياتي للجميع بالتقدم والازدهار في ظل مجتمع متعاطٍ مع متطلبات التطور والتحضر والإبداع. شكرا لكم. شكرا لك سيدتي الفاضلة، شكرا لك. من رام وصف الشمس حاك خيوطها. مسموع؟ من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلق، عمل دؤوب تكلل بكل هذا البهاء. أحبتي، فيديو تعريفي للجان المنظمة للمسابقة أعدته لجنة الإعلام بمنتدى الضاد العربي، نعرضه على حضراتكم.
هذا البعاء، شكرا للجنة الإعلامية في المسابقة على هذا الفيديو التعريفي. الكتابة وحدها تخترق الجسد، تتجه إلى مدفونين، تأخذهم الفرات وتتجه من غيابها. عفوا، يرجى اغلاق المايكات لو سمحتم. اغلاق المايكات. الكتابة وحدها تخترق الجسد، تتجه الى مسحورين تاخذهم الكلمات وتنتشلهم من غيابهم لتضعهم في دائرة سحرها المتجدد. نصوص اخرى تتناثل لتمارس حياتها خارج رقعته الجغرافية، خارج صدور قائليها. وحدها الكتابة تخترق الجسد. نبدأ مشاركة اليوم للمستوى الثاني من عمر 19 إلى 29. النصوص المشاركة لهذه الفئة 36 نصا، يقرأه على حضراتكم الأستاذ عبد اللطيف عبايل، عضو اللجنة التحريرية في المسابقة. أستاذ عبد اللطيف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أرحب بكم مجددا في هذا اللقاء الآمر بالحب والذوق. نحلق فيه معا فوق سماء مغلفة بالإبداع والرقي. فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها المشاركون والحضور الكريم. فبكم ومعكم نرتقي بهذا الطرح الثقافي ونعتلي قمم التميز والإبداع. قبل أن نستمع إلى مشاركاتكم المبدعة والمتميزة، نود بداية أن نعرض عليكم الأسماء المشاركة ضمن المستوى الثاني من هذه المسابقة. إذن يشاركنا في هذه المسابقة لبنى علي منصور من دولة العراق بقصة عنوانها فراشاتي، فاطمة مطر الكريم من دولة العراق بقصة عنوانها حكاية مريض. يشاركنا مصطفى أسعد محمد من دولة العراق بقصة عنوانها الشيزوفرينيا، محمد فتحي عبد العالي من دولة مصر بقصة عنوانها المطار الآمن. يشاركنا توسل محمد علي من دولة السودان بقصة عنوانها الامتنان سراب المعلمة. يشاركنا نور الدين خالد بديع عطوان من دولة مصر بقصة عنوانها الضيف، هدى محمود دغمان من لبنان بقصة عنوانها صدفة لقاء. يشاركنا إسراء محمد البدر عثمان من دولة السودان بقصة عنوانها بريق الأحلام، تسنيم عبد القادر تاج الدين من دولة سوريا بقصة عنوانها
قناص البراءة، وفاء إسماعيل المضيد من دولة فلسطين بقصة عنوانها بندورة بلدي خيار بلدي. يشاركنا زكريا الزنود من المغرب بقصة عنوانها المحطة الأخيرة. يشاركنا أحمد محمد حساني من دولة مصر بقصة عنوانها هلاك. عدرا عباس عبد الصمد من دولة العراق انطفاء نجم في سماء بعيدة. يشاركنا بدر محمود دغمان من دولة لبنان بقصة عنوانها الورقة الزرقاء. روان نبهان العثمان من دولة لبنان بقصة عنوانها على قيد الحزن. تشاركنا سلوى جمال محمود أحمد من مصر بقصة عنوانها الطريق الوار. دنيا عبد الباسط حميد من العراق بقصة عنوانها أم اللغات. نور الهدى حسن شنشل من دولة العراق الشجرة الصفراء. عبد الله محمد جاسم من دولة العراق بقصة عنوانها الثقة مفتاح النجاح. تشاركنا فاتن باسم سالم من دولة العراق بين البين وحنين. بلسان الجزائرية بقصة عنوانها ليلة ليلة شتاء باردة. أفنان بنت عبد الله بن ناصر المسلم من دولة السعودية بقصة عنوانها أجرنا يا مرض. هدى عبد الرزاق أحمد من دولة العراق بقصة عنوانها إشراقة في دروب موحشة. يشاركنا مصطفى محمد أحمد البطل من دولة مصر بقصة عنوانها عناية إلهية. إسراء شكري سعد من مصر بقصة عنوانها يمهل ولا يهمل. مروى عبد الحق هدهود من الجزائر يوما في الجنرال. رؤى بشير جمعة من دولة العراق هل ما زلت على قيد الحياة. ضحى غالب محمد مهدي من دولة العراق بقصة عنوانها جنائز مؤجلة. هاجر عبد العزيز بن محمد من دولة السعودية صاح أنت. محمد الخير أحمد إسماعيل من دولة السودان بقصة عنوانها الآن بات الصندوق فارغة. تشاركنا مروى نافع خضير من العراق بقصة عنوانها على عتبات الطرق. تشاركنا إسراء ياسر سعيد من دولة لبنان بقصة عنوانها ظلمات بين النور. محمد الفاتح خضر محمد من السودان بقصة عنوانها حياة العربي. شاهد خليل إبراهيم من العراق بقصة عنوانها مالك. رقية هلال عواد من دولة العراق بقصة عنوانها يحدث في القبور المحظور. سارة رجاء عبد القائم من دولة العراق بقصة عنوانها طفلة حرب. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف عبايد. والآن ننتقل إلى المشاركات المختارة للعرض للمستوى الثاني. أما زال في العمر متسع للحنين إلى أي ماض إلى أي غد؟ أما زال في وسعنا أن ننادي أسماءنا كي تعود إلينا، وأن نطلب الحب مأوى لروح تطل من المفردات علينا؟ توقف عن الكتابة حين أتم الفصل الرابع، لكنه لن يتوقف عن البوح لنا بما يجول في جنبات روحه. زكريا أزنود من المغرب الشقيق يطل علينا في قصة قصيرة بعنوان المحطة الأخيرة. تنوب عنه في قراءتها فاطمة الزهراء العسالي، فلتتفضل مشكورة. Thank you.
عفوا دكتورة، يبدو حصل مشكلة في النت عند الأخت فاطمة، فممكن اللي حالها إلى الآن بدر في قصتها الورقة الزرقاء. مشكور. نعم. بدر محمود دغمان من لبنان. ورقة زرقاء يقطنها سفل السماء، تخترق أسوار القلب لتخفو في قلاع الروح. بدر محمود دغمان، حدثينا عن ورقتك الزرقاء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صوتي مسموع؟ نعم مسموع. عنوان قصتي الورقة الزرقاء. كان يركض بأقصى طاقته، طاقة فاقت جسده على تحملها، يسابق غروب هذا النهار على شاطئ البحر، ملتفتا برأسه تارة إلى يمينه وتارة أخرى إلى شماله، وعلى غفلة منه ارتطم بها. كانت تنظر للأمام في لحظتها، فرأته كالفريسة الهاربة ممن يلاحقها، لم تتمكن من الابتعاد عن مساره، فقد شتتها بنظراته المليئة رعبا خوفا أو ربما حزنا لم تستطع فهمها. أجل ارتطم بها في تلك الثواني المعدودات، فأوقعها أرضا ووقع هو أيضا، وإذ بأنفاسه التي لا يكاد يلتقطها تبعثر كلماته التي يحاول نطقها. اعذري، لم أق كن ولم أر. لكنه وقف مجددا محاولا متابعة طريقه، فصرخت هامسة: يا سيد، أوقعت هذه الورقة الزرقاء، أليست بالزرقاء؟ توقف والتفت مخاطبا: فلتحرقيها. وبعدها لم ترى له أثرا. أأحرقها؟ ولم أحرقها؟ تابعت مخاطبة ذاتها: صدقا لم أرى بجمال تلك الورقة ولا بعذوبة رائحتها. ترى ما تخبئه خلف طياتها؟ كأن سحر السماء قاطنا في جوفها، لا أستطيع السيطرة على يدي، فكلتاها تحاول فتحها، وحقا فتحتها. لم تعلم ما السر وراءها، كادت لا تتمالك نفسها لقراءتها. رائحة العطر النسائي الفاخر يبلل أطرافها، تذكرت أنها اشتمته من قبل في إحدى متاجر العطور الباريسية. حبيبي الأول والأخير، هكذا بدأت. لم تدرك لما ارتجفت شفتاها عند نطق كلمة الأخير. هل تتابع؟ انتظرتك طويلة، انتظرتك متلهفة لأعلم من ذاك الشاب الذي سيخرق أسوار قلبي ليجتاح قلعتي ويسكن داخلها. فقد كنت أحكمت إغلاقها وحرستها من كل محتال أثير، لكنك جئت يومها وخطفت روحي مني. أحببتك أقولها وأرددها وأصبح عاليا بلفظها وأعلنها اليوم أمامك، فلتمس لي عذري. كنت أصبك مرارا وأختلق الأعذار تكرارا، لأني كنت قد تلقيت نتيجة فحوصاتي التي أجريتها مؤخرا وجاءت كلها سلبية. كنت أعلم أني أحيا آخر أيامي، لم أشأ أن تتعذب أمامي وأن تتلوع لخسارتي وفقداني. لم أكن أريد أن تدرك الدمع فتحرق قلبي وتميتني مرتين. أكتب لك آخر حروفي وأعلم أنك تقرأها اليوم، فلتدع لي. أحببتك بطهارة الخاشع في الصلاة، أحببتك أمام خالقي وتمنيتك لي
فاحتفظت بدعوة لك في الخفاء، سأنتظرك في الجنة لتكمل معي طريق لا نهائي. اعتني بنفسك جيدا وكن كما عرفتك شابا تكلل بالجمال والنجاح، فأخبارك ستصلني حتى وإن كنت مرتية تحت التراب. حبيبي الأول أنت وأنت مسك الختام، احرق رسالتي بعد قراءتها فلا أريدك أن تتعذب في غيابي، واجعلني ذكرى جميلة لديك وفي ركن صغير في قلبك تجدني، وردتك الزرقاء كما ثغرك يومها ناداني. لا تتذكر ما حل بها بعد أن قرأت ما دون من الكلام، لا تسألها كيف وصلت منزلها جل ما تذكره أنها بدر معنا. بدر محمود، هل تسمعينا بدر؟ يبدو أن بدر. نعم دكتورة، نعم انقطع النت لديها. على العموم أعتقد أنها أكملت لأني قرأت القصة. كلمة أنفاسك يا بدر أنت أيتها العبدة، موجة تلتم أخرى وتغرق، وفي موت الموجة يرقب المسافر بعض أخرى. ما خلصت؟ نعم بدر. السلام عليكم. لم أنهي قصتي، كنت أسمعك ولكنك لا تسمعينني جيدا، يمكن هناك مشكلة عندي. نعم تفضلي أكملي. لقد وصلت إلى الخاتمة. نعم. لا تتذكر ما حل بها بعد أن قرأت ما دون من الكلام، لا تسألها كيف وصلت منزلها جل ما تذكره أنها افترشت سريرها وأغمضت عيناها، ولا تدري متى أشرقت شمس نهار اليوم التالي أحرقتها، كأنها نفذت آخر وصية للوردة الزرقاء وعاهدت نفسها ألا يغرها جمال ما تراه العينان. فخلف جمال كل منا حكاية مخفية على الأنام، فلتغفر لها وليغفر لها من ارتطم بجسدها في ذاك المكان. لقد أنهيت عذرا، هناك مشكلة في الإنترنت. شكرا شكرا لك يا بدر. شكرا. موجة تلتم أخرى وتموت، وفي موت الموجة يركب المسافر بعاثة أخرى ليشع المشهد. في قصته هلاك يتحدث عن الظلم، إنه أحمد محمد حسنين من مصر، اعتذر عن الحضور لأمر طارئ. يتحدث عن الظلم، انكسار النفس البشرية، يتحدث عن الناس المكبوتة وصدور لم تفق بعد من غفوتها. يحدثنا عن قصة واقعية خطتها أيام الإقطاع عام 1955، تحدث فيها عن عرق الكادحين وألمهم، إنه يبحثون عن ثورة، ثورة ينهضون بها من شباكهم. هذه هي ملخص لقصة هلاك. نعتذر إليك يا أحمد ولأنك لم تحضر معنا هذا اليوم. أحمد محمد حسنين من مصر. عذراء عباس عبد الصمد من العراق. عذراء عباس عبد الصمد من العراق. انطفاء نجم في سماء بعيدة،
صورت القسوة لغة للشواء والبنادق والتشظي. عفوا دكتور، معنا الصوت مسموع؟ نعم نعم جدا واضح دكتورة. الماشي لن يتغير. واضح دكتورة واضح، حصل التقطع إن شاء الله أعطيك خبر. نعم، صورت القسوة لغة للشوار والبنادق والتشظي أقرب من كل قريب، تطلب النسيان لتعدو باتجاه قصيدة، ونحن نطلب منك يا عذراء أن تقتربي من قلوبنا لتسمعينا روحك. تفضلي عذراء. نعم، شكرا على التقديم الأكثر من رائع. انطفاء نجم في سماء بعيدة، خيط احترق وإبرة وغز ومعاناة يخيط لك بهما نسيج الأيام، تحصي الساعات للرحيل وترغب بالعودة أشد من أي مهاجر، إلى والدتك، إلى رائحة الكاردينيا المنبعثة من عمق الوطن، إلى سرير الريش بعد أن تعبت الأرض من ثقل جسدك، إلى مفاصلك قبل التشنج وظهرك قبل التقوس، إلى يداك قبل أن تسيطر عليها الرجفة والقروح، إلى الامتلاء والراحة والفراشة. تمسكي بي قبل أن تقبض على روحي يد قاسية، قبل أن تتساقط أوراقي وأصبح خاليا من الحياة كالخريف، قبل أن يمحي المطر كل ألواني، قبل أن تفترسني أفواه كريهة وتزداد آلامي. على الحائط المتصدع تجلس النافذة والمشهد يقنعني بالعزوف عن النظر، الأثاث عتيق مختنق بالذكريات، وكلما جلست على الأريكة نفذت غبار وذكرى كاليوم الذي جلست لي كتمثال هناك وأنا تتبعت تفاصيلك وانحناءاتك الفنية وسرقتها كلها أو كل ما استطعت منها لأضعها في لوحة تقبع كشبح منسي في إحدى ردهات البيت على أشيائك المنسية، أو محترقة ككتابك المفضل الذي كنت تجلسين على الأريكة وتقرئينه، شاهدت احتراقه والدخان المتصاعد منه، شاهدت نسف الحروف على يدي وموتها، وقلت لنفسي وقتها لو كان لكل شخص مادة تميزه صنع منها لكان الدخان مادتك والتلاشي إحدى صفاتك. كاليوم الذي جلست لي كتمثال هناك، مر يوم آخر ولا زال التعب يحتجزني في قبضته، وبين أصابعه اللزجة كدودة كان ينخر أخشابي كلها، ولا يتبقى مني غير زورق مثقوب يغرق على ساحل الحياة، متعب من تلاطم الموج في كل مفصل، ألم وعذاب جهنمي كيف أصفه لك؟ اليوم أموت تعبا وخذلانا وخيبة من الاشتياق إليك، اليوم أبحث عن صدر لأغرس به وجهي كزهرة، أبحث عن تربة دافئة لأهوي إليها، وأبحث عن المسكنات أيضا، فقد تمزقت غضاريفي ولست أملك غير هذا العمل المنهك ليبقيني على قيد الحياة أو قيد شعوري بك. تلك كانت حالتي، قلت لي ألا أترك الرسم، وأنا قلت لك ألا تتركيني، لكنك فعلت وأنا نفذت ألواني ولم أعد أعرف رسم شيء غير جسدك. رسمته مرات عديدة على الحائط، على الرصيف، على السرير، على المخدة، على قلبي، رسمت عيناك مرقص شبق وثوب أزرق بحر للغرق، ولم أرسم أي شيء غيرك بعدك. عقل جسد، روح منطفئ، وقدماي أسماك تنضح منها آثار الغروب، روائح الأرصفة، الجوح وتعب الطرقات تسبحان في كبنات الصوديوم الحارة ليغرق الألم أو ليسكت، لكنه لا يسكت ويصدح كديك ليوقظني من سبات الراحة والنسيان. واليوم التعب أشد من الأمس، كيف؟ أهذا فعل التكاثر أو عدوى التشنجات؟ الغرق كل ما أبحث عنه غرق الألم والأشباح
والذكريات. شكرا لك النجمة. نعم أكملتي. غدا أو بعد غد أو بعد ذلك أنسى ذكراك تماما وسأعود إلى رسم أشياء أخرى غير تسليك. غدا أو بعد غد أو بعد يومين سأنهض من كآبتي وأعود إلى لوني السابق لون الانغماس والانزلاق في قلب إسطوانة في رئة مختنقة بالرقص في قبلة مرللة بالبراءة في سنة عاقشة للقبض في ظل يحتضن المارة لون ينبض حضرة عزيزتي اختفى الصوت مجددا. نعم هل الصوت مسموع؟ أكملي. نعم أكملي صوتك مسموع. في قلب إسطوانة في رئة مختنقة بالرقص في قبلة مبللة بالبراءة في ساق متعطشة للقفز في ظل يحتضن المارة في لون ينبض ويشتعل أو يعيش غدا أو بعد غد. أما اليوم والآن فاتركيني لقبضة تعب وحزن مفترس، اتركيني لعيناك التي سرقتيهما من حلم، لفمك الذي كان نجم يحترق للنهر الذي غير مجراه ليصب في ثوبك، ليدك الأشد بعدا من غيمة وصوتك الأقرب من بندقية في عالم تكون به القنابل والبندقيات أقرب الأشياء والقسوة دائمة دائما لغة الحوار. اتركيني أتخيل جسدك خارجا من اللوحات، اتركيني مختنقا بغبار أشيائك. غدا ربما سأنسى، لكن للذكريات أقدام أيضا تطاردنا بها كالأشباح. يا ذكرياتي العزيزة، أكنا مخطئين حين عدونا باتجاه قصيدة واتضح بأن لا قصيدة لنا، لا حرف لينتشلنا، لا كلمة لتعيدنا، كان هنالك أنت وأنا. يفصلنا حرف العطف دائما ولم يكن هناك أنت أنا. ولا أريد أن أنهض من كآبتي، فذلك سيعني موتك. لا أريد موتك، أريد وجودك ها هنا معي في البيت العجوز وحيطان الشيب تحرسنا بالقصص والسنوات المنغرسة في ضلوعه بدقات الانهيار والماضي المنبعث من قلبه المنتشي بخمر زمن معتق. في يوم الأربعاء، ذلك اليوم الذي لعنته بكل اللغات في قاموسي، اليوم الذي نزفت معه قوتي وراحتي وبقي لي فقط الانهيار، تلك الكلمة الهائلة، التعب كجسد من التراب، تنهار الأشياء لتسقط ذرة ذرة كبيوت الرمل كشقة أو كمئذنة كجامع الخلفاء العباسي مثلا، مهدد بالسقوط وبالانهيار ذرة بعد ذرة. تلك الكلمة العجيبة وحدها التي كانت تقدر وصف حالتي في يوم الأربعاء الملعون ذاك الذي تركتني فيه. كان الأثاث مكللا بالغبار بالذكريات، بصمات قهوة يوم الأحد المنسكبة على الطاولة وتكاسلنا لإزالتها تبهجني لأني أصبحت لا أصحى إلا برؤيتها. الكافيين المنسكب كان يشبهنا وكان بصمة دليل لفراقنا، والطاولة تشتاق لأكواب قهوتك وهي الآن خالية سوى من بقعة. فأنا عكسك، أشرب الشاي صباحا لأحس بعروبتي، ورشفة واحدة كانت تكفي لتعيد لوالدتي وصباحات الطفولة المليئة بالشهية والترقب. تجاعيد الشراشف تركتها، آثار أقدامك الراقصة فوق أحمر الشفاه المترك على الأريكة يشتاق لشفتيك. وفي قاع الجرف الحاد السرير كانت الوحدة هناك تنتظرني، الصبار المدور في النافذة، وكان هدية منك ليصبح المنظر أقل بشاعة، وزجاجة من العطر يلوث بكائها الحائط
يلوث بكاءها الحائط بعد أن رميتها على صدره. هكذا كان كل شيء مكلل بالغبار والذكريات. شكرا. شكرا لك أيتها النجمة المتألقة. شكرا أحبتي. عفوا سيدتي، كنت تسمعينني وعذرا على المقاطعة. نعم، لكن الضرورة تقتضي أن أوضح أمرا، وهو أنكم أضفتم قصتي إلى فئة الكبار، بينما أنا أنتمي إلى المستوى الثاني فعمري 24 عاما. سيد الكريم، ما اسمك؟ خلف حسين علي، وعنوان القصة مخيم رقم 40. فقد قرأتها ليلة أمس مع فئة الكبار، ولكن لم أتمكن أن أوضح لكم الأمر. نعم أستاذ خلاص، إن شاء الله سيتم تعديل الأمر، نرجو المعذرة حقيقة، العدد كبير وممكن يعني يقع سهو، نعتذر وسيتم تعديل الأمر إن شاء الله. أما بالنسبة للقصص التي عرضت بانتقاء عشوائي، إن شاء الله يتم تعديل الأمر. شكرا شكرا لك دكتور معنا. أحبتي، سنعود إلى محطة زكريا أزنود بعد أن تأمل الاتصال معه. توقف عن الكتابة حين أتم الفصل الرابع، لكنه لن يتوقف عن البوح لنا بما يجول في جنبات روحه. تنوب عنه فاطمة الزهراء العسالي في قراءة ما كتب. تفضلي سيدتي الفاضلة. أستاذة فاطمة، تسمعين؟ نعم أسمعك. نعم تفضلي سيدي. دقيقة من فضلك فقط. هذا فاطمة لا يوجد صوت. المحطة الأخيرة. ألو، هل تسمعونني؟ نعم. إذن عنوان القصة المحطة الأخيرة. توقف عن الكتابة حين أتم الفصل الرابع قبل الأخير، ووضع القلم جنب رزمة الأوراق التي أخذت منه كتابتها أياما وليالي طوال. استل من العلبة الحمراء سيجارة ثم أغمضها، ثم استلها كرة أخرى ووضعها بين شفتيه. جعل ينظر إلى الطريق ثم أبعد بصره قليلا إلى الدور المقابلة للمقهى. رفع بصره فوجد أفق السماء أصفر مع ميل إلى حمرة تطوق نصف قرص الشمس الآفل. لقد كان اليوم إلا عشيه مضطربا، وكانت سماؤه ملبدة ببعض الغيوم، وها هو الشفق الآن يزيح عن السماء الغيمة ويعود للأفق صفاءه في وقت يناسب مهلة الاستراحة بين شوط الكتابة. أغراه المنظر بنبش الماضي الجميل والغوص في الذكريات العليلة. أمس يسترجع على مكف، والسيجارة ما زالت تتراقص على شفتيه عذراء لم تصبها نار. أحداث النجاح وصداه يتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى. حادثة الكتابة، الكتابة الأولى في التنمية الذاتية، وما تلاه من طفرات النجاح الكاملة في التقدم العظيم من لدنه والإقبال الواسع عليه. لم يكن رجل تجارب عميقة ولا عالم نفس متخصص، لكن الناس أو أغلبهم من قراء كتبه
وجدوا ضالتهم في مؤلفاته، وجدوا السبيل إلى النحافة والنشاط والطمأنينة والحرية. حاول تخيل عدد قرائه فلم يستطع، فانتشى بهذا الفشل سر بملايين النسخ التي بيعت من الكتب التي ألفها في أوقات وجيلة. ما إن التفت بشكل عفوي إلى القلم حتى غشى صدره هاجسا مفاجئ، فأمسك الولاعة وأضرم النار في السجارة. إن موضوع التدخين لا يقل خطورة عن المواضيع السمنة والكسل والخوف، قال في نفسه وقد التف بفكرته الهاجس التفافا شديدا. في هذا الموضوع قد تصبح غبيا في نظر القراء، خاصة المدخنين منهم، أو مثيرا للسخرية. حاول فك الهاجس عن فكرته، أخذ يذكر الفصول التي سطرها حتى الآن. الفصل الأول تحت عنوان اغسل دماغك، والفصل الثاني انسحب ولا تقلع، والثالث تمرد، والرابع تمرد ثانية. نظر إلى البعد البعيد فلم يلف من ذاك المشهد سوى بقايا ضوء البرتقالي يوشك أن يخطفه الغسق. خفض بصره قليلا فلمح على شرفة منزل عجوزا ينشف رأسه من الماء وهو ينفت في الفضاء دخانا بظهر مخلوط بخفة الاستحمام. خفض بصره حتى صار الشارع في المقابل لنظره، يراقب الآن المارة على الرصيف والواقفين. يتنقل بعينيه بين الأنام لعله يجد في موقع محدد مرآة إلهامية تبعث فكرة الفصل الأخير. رأى في ركن مقهى على يسار الصف المقابل امرأة أربعينية أو خمسينية ربما، تسحب من سيجارتها أنفاسا عميقة سريعة ثم ترن إليها بين حين وحين كأنها ترجلها عمرا كعمرها، ثم تضع رسغ يديها تحت ذقنها كأنها ترى أبعد مما ترى. ثم رأى في المقهى ذاته رجلا ممسكا بسيجارته متجهما يضغط عليها بإصبعيه الأوسطين ثم يغازل عقبها بإبهامه تكفيرا عن حنقه وتخفيفا لثقل رمادها. في هذه اللحظة مر بجانب مقهاه ثلة من الشباب يتكلم بعضهم في سرد ضاحك، وينفت بعضهم دخانا كثيفا في السماء لافتين معه ذرات الخجل والحيطة. رويدا رويدا يسحب بصره إلى داخل المقهى يحاول إحصاء عدد أعقاب السجائر فلم يستطع. استاء من هذا الفشل بعض هذه الأعقاب ما زالت ملتصقة بمليمترات إلى جزء التبغي، وبعضها تكاد تكون سجارات عضارة لم تصب، لا بد أنها لتري أو لرجل من الطبقة الوسطى. جاءه نداء عاجل أو خبر متلف، بعضها الآخر أعقاب كاد يؤكل منها، لا بد أنها لرجل مدقع في الفقر أو لامرأة طال انتظارها وطال انشغالها. قد تكون إحداها دخاناها اثنان معا، أو اثنان لم يلتقيان أبدا، أو أولهما استطاع شراؤها والثاني لم يقدر. أبعدته هذه التصورات عن هاجسه لحين، بيد أن الهاجس آب إليهما إن رجع ببصره إلى مجلسه في ركن المقهى الذي حبر فيه كل مؤلفاته التنموية. تطلع إلى ما تحت أنفه فوجد السجارة تحتضر، واكتشف أنه لم يبقى منها إلا نفس واحد. افتر ثغره عن بسمة لا تحضر إلا في أوقات نادرة من فترات الكتابة. سحب النفس الأخير وكتب الفصل الخامس أشعل سجارتك لتنير بها الخاتمة، مقررا ترك خمس صفحات فارغة من الكتاب القادم. قلب الرزمة الأوراق حتى حصل على واجهتها، ثم دون العنوان بخط كبير لننسحب معا في خمس محطات، ودون تحت العنوان بخط عادي اسمه والقارئ، وحمل رزمته وقلمه وغادر المقهى تجاه دار النشر. وشكرا. شكرا لك، شكرا لك يا سمية، وشكرا لزكريا ابن أزهار صفراء جميلة تصرخ بوجه البشاعة، شوارع تغص بأصوات كتمثل أصوات الرعب. بعد أن كانت حبلى بالأمنيات في شارع ما في بلد ما، نور الهدى حسن
شنيشل من العراق تطل علينا لتروي قصتها الشجرة الصفراء، فلتتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الشجرة الصفراء شرقية بغداد، حيث كل شيء فوضوي، شارع مغبر كئيب، على جانبيه متاجر خالية من الروح، معامل الرمل والإسمنت التي في نهايته تملأ الهواء بالغبار، في الوسط جزرة وسطية مليئة بالنفايات وبعض مولدات الكهرباء ذات الصوت المزعج. لم يكن في هذا الشارع شيء جميل سوى شجرة مزهرة طوال العام، أزهارها صفراء، لونها يبدو كصرخة جمال بوجه البشاعة المخيمة على المكان. كنت أتساءل كما الكل عن سر تواجدها هنا، حتى قص لي العم أبو وسام صاحب محل الغذائيات حكايتها يوما قائلا: في عام 2004 حيث كان هذا الشارع يرتجف بسبب أصوات الحرب القائمة بين القوات الأمريكية وبعض شبان المنطقة المتجمعين تحت لواء فصيل مسلح، حينها كانت تتردد علي فتاة في السادسة من عمرها، بيضاء ذات شعر طويل كليل المواجهات، مبتسمة دائما وعلى خدها غمازة عميقة تبدو كمنبت لغد أجمل أو كقبر لبشاعة هذا العالم. سألتني يوما وهي تقف عند باب الدكان رافعة رأسها للسماء: لماذا تزعجنا هذه الطائرات بصوتها العالي؟ أهي تضحك أم تبكي؟ أم إنها تتحدث؟ فأجبتها بأنها تتوعد. وفي الليلة التي تلت وقوع الصاروخ وسط الحي جاءت صباحا لتقص لي الحكاية قائلة: ليلة أمس لم أستطع النوم بسبب الحشرات التي قرصت يدي، كان الجو حارا جدا ونوافذ الغرفة مفتوحة، وفجأة تحول الليل إلى نهار حتى أنني رأيت ثوب سارة الأحمر المنقط بالأبيض وهو معلق على حبل الغسيل على سطح بيتهم. تلا ذلك صوت اهتزله البيت والسرير، وأنا احتضنني أبي راكضا إلى غرفة في نهاية الدار وقال: لا تخافوا، هنا أنتم بأمان، وهذه الأصوات ما هي إلا رعد والأضواء برق ستمطر قريبا يا صغاري. لماذا يخاف أبي من المطر يا ترى؟ وذات مرة لمحت عند ركن دارهم ابن جارهم حسام يلبس لثاما أسود ويحمل على كتفه سلاحا، قطبت حاجبيها وقالت: لماذا ترتدي هذا الشيء القبيح يا حسام؟ وقف واستدار ثم ضحك قائلا: وكيف عرفتني؟ فأجابت: لأنك الوحيد الذي له عينان بلون السماء. سألها بمزاح: وهل في هنا طيور؟ قطبت حاجبيها وقالت: كلا، إن الطيور تخاف من الألعاب النارية التي تحملها، كذلك أنا. على الجانب الآخر من الشارع كانت القوات الأمريكية تقف بالأرتال العسكرية، وكنت أحذرها دائما من الاقتراب منهم، ولكنها كانت تحب الوقوف عند باب الدكان وتنظر إليهم بعيون بها براءة تكفي لإطفاء نار حرب كاملة. سألتني مرة: هل يفهمون حديثنا؟ فأجبتهم بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية. ضحكت بفرح وهي تعد لي الفواكه والألوان وتسأل نفسها وتجيب بأسئلة عن العمر والحال. وذات مرة رأت قطتها الصفراء الصغيرة تعبر الشارع باتجاه الرتل، وكان بعض الجنود مرتجلين، فأمسك أحدهم بالقطة ومسح على رأسها. تبعتها راكضة ووقفت أمام الجندي قائلة: ماي كات. نظر الجنود إليها وضحكوا، ربما شاهدوا بوجهها سلاما ملائكيا في حرب لم تكن طرفا بها. وهكذا اعتادت أن تعبر اتجاههم، واعتادوا على إعطائها البسكويت والشوكولا. قالت لأحدهم يوما: إن عيونك زرقاء تشبه البحر وتشبه عيون حسام أيضا. فسألها المترجم:
وهل في عيون سام سمك؟ فأجابته كلا، لأن السمك والطيور وأنا نخشى الألعاب النارية التي تحملونها. وبعد عدة أشهر اشتدت المواجهات، وترك أغلب الأهالي منازلهم، ولكن عائلتها لم يكن لها مأوى آخر، فظلت تحت نيران الحرب محتمية بحمى الله الحافظ، حتى جاء ذاك اليوم الخريفي الغابر. بينما كانت تستعد لتعبر الشارع متجهة نحو دكاني، رأت ابن جارهم حسام ومعه فتية من حيها يحملون الأسلحة المصوبة نحو القوات الأمريكية. وفي الجانب الآخر كان الجندي الأمريكي سام مرتجلا عن الدبابة وممسكا بالبندقية أيضا. الطرفين كانوا في حالة استعداد قتالي. بدأ إطلاق النار حيث توسعت حدقتا عيناها. لمحتها فخفق قلبي وكاد يخرج من مكانه. تقدم حسام ووصل إلى الجزرة الوسطية حيث استقرت النيران بصدره. نظرت هي إلى الجانب الآخر. سام كان واقعا والدم يملأ ملابسه. فجأة لمحت قطتها تختبئ تحت الرصيف وبين وابل من النيران. ركضت فجعة حتى وصلت إلى تلك الجزرة الوسطية حيث كان مكان تلك الشجرة خاليا تماما. لمست قدمها تلك البقعة فانفجرت قنبلة كانت مزروعة هناك. تطايرت أشرطتها الزرقاء وأسئلتها البريئة وكل شيء جميل. وما تلك الشجرة إلا صرخة الأرض حين ارتوت بدمائها. إنها الشجرة الصفراء. وشكرا جزيلا لكم. نور أوجعتنا أيتها الجميلة، وأنت تفطرين عمرا بعذوبة صوتك وحرفك. شكرا لك. حروب تغتال البراءة، تجتو على صدر المدينة، تسوم الأفق والغيم والهجوم. عنوان قصتها قناص البراءة، تسنيم عبد القادر تاج الدين من سوريا. تتفضل بقراءة أحداث قصتها. تسنيم، لملمي أهاتك وقصي علينا أحداثك الموجعة. تسنيم، تفضلي. تسنيم، هل تسمعين الصوت؟ تفضلي عزيزتي. يبدو أن هناك خلل في الاتصال بتسنيم. نعم موجودة. نعم تفضل. كان يتحسس الطريق بيديه النحيلتين إلى المطبخ، وأصابع صوته الدافئ تخترق شغاف قلبي وتعبث بنبضاتي. تعال وشاركني العشاء يا آدم. قادم يا أبي. لم أستطع إخباره أن طبق الحساء الذي أعددته له آخر ما تبقى لدينا من طعام، فجلبت ملعقة وطبقا فارغا. جلست بقربه وأخذت أحركهما مفطرا بعض الأصوات. أبي، هذا الحساء اللذيذ ذكرني بجارتنا القديمة أم سالم التي كانت تتردد إلينا قبل بضع سنوات لرعاية وإعداد الطعام. عساها بخير. رد مازحا، ليته يذكرني بها أيضا. كأنك لم تضع في الحساء سوى الماء والملح. حان وقت أن تحضر كنة إلى هذا المنزل. لا أزال في 18 من عمري، إذن فلتحضر بعض الخبز من أجل الفطور غدا قبل أن يغلق الفرن.
الفرد، لا أستطيع أن أحضر منه سوى حفنة من الرماد بعد أن احترق بإحدى القذائف منذ يومين. حسناً سأذهب، دسست ألمي في جيوب الخريف وخرجت. فوقعت نظراتي على شجرة زيتون عمرها 100 عام من الخيبة متكئة على جدار منزلي. يا صديقتي الحلوة، وحدك الوفية، وإذ بصوت الفقر يصفع معدتي ويصرخ: ما الذي تقوله يا آدم؟ وأنت لا تفارقني أبدا. أخذت الأفق في حضني ومضيت نعلاي جلد قدمي. شاهدت أثناء سيري فتاة شابة تحضن دمية ترتدي ثوبا أزرق لامع، وقد سمعتها تسألها: يا ترى ماذا سيكون مصيرنا؟ هل سنموت جوعا؟ أم سيكسر الرصاص نوافذ قلوبنا المحترقة؟ أم إن دبابة ضخمة ستمر فوقنا لتجعل من أجسادنا خيالا راقدا في الشارع؟ لكن لم يكن في الدمية ما يجيب. دنوت منها وسارعت الاتجاب خشية أن يتم سؤلها: لا سنبقى. صمتنا للحظات فأردفت مترددا: إن متنا سنخسر بدمائنا تراب الوطن. تبا للوطن، هل ستنبت أختي الصغيرة من ترابك الخص؟ سننتقم، ردت الفتاة ودموعها الحارة تخترق جدائلها الصفراء. من؟ لا تدمعي يا فتاة، سننتقم. من؟ من سينتقم؟ زمن النخوة قد مضى ومضت وراءه أحلامنا. أين الإرادة؟ نسيتها منذ الولادة. امتطيت برق وجعها وتابعت دربي مثخنا بالخيبة. مشيت حتى أنهكني التعب فتوقفت عند شارع غارق بضباب كئيب. قعدت على رصيف مكسر وكلمات الفتاة تتردد في أذني: زمن النخوة قد مضى ومضت وراءه أحلامنا. واستسلمت للنوم. استيقظت في صباح اليوم التالي على صوت والدي: آدم، دم، دم، دم. نهضت بسرعة، حركت عيني، تلفت حولي، فلم أجد أحدا. كان وجهي لا يزال مصبوغا بالنعاس، والشمس تتسلل من فراشها لتسترق النظر إلى الفضاء العابس، كأنها تفتش عن شيء ما، ربما عن وطن يحررها من بقايا الدجى. آه يا وطني، آه لك تبكي دموع أبنائك بلا مقل، آه لشباب رمي تحت نعال الحر. صوت وقع أقدام يتجه نحوي. لملمت الآهات المتكسرة فيني وتوجست خيفة: من أنت؟ وإذ بامرأة عجوز تمد لي يدها التي تحمل رغيفا أحمر مدهونا بالزيت، وهي تقول بنبرة جافة: خذ يا بني كله، تبدو جائعا، خذه وعد إلى منزلك. تناولته منها فأدارت ظهرها وظلت تمشي حتى ابتلعها الضباب. رائع، أستطيع الآن أن أعود بهذا الرغيف إلى أبي. عدت أدراجي بخطى واسعة وأنا أضحك مدمدما بسخرية: خذ إلى منزلك. يا لغباء هذه العجوز، حالها كحال الشمس، كلاهما مصاب بفقدان الذاكرة. فالعجوز نسيت أني كنت أسكن بجوارها مع أبي، والشمس نسيت أنها وعدتني بالحرية والأمان. فجأة دوى صوت انفجار ضخم ليقذف كلمة الأمان عن ثغري. ركضت مسرعا صوب المنزل، شارع يلتهب نارا وآلاف الجثث تسجد على سجادة من دماء. أشباح مخيفة تزحف نحوي تلاحقني تستغيث، وأشلاء ممزقة تحقق بوجهي الخائف. لم يكن هناك جسد كامل لأسألهم الحكاية، وفي ذلك الركن العتيق كان بيتي يجثو أمامي كومة حجارة. دنوت منه فرأيته ملثما بالدماء، كأن الموت قبله بشفتيه الحمراوتين. أخرجت من جيبي صورة تحمل وجها طفوليا عجوزا، تملصت الورقة من خنق أصابعي مشنوقة بفقر نظراتي المحملة بالدموع. همست بصوت مطفوح:
أبي. أخذت شحيقا طويلا كاد يشق صدري، وأطلقت زفيرا قصيرا، رأيته يتصاعد بهدوء خاشع كلما من قلب المحترق إلى الله. نظرت إلى شجرة الزيتون فرأيت فوهات البنادق موجهة نحوي. أطفأت غيمتين على وجهي وأشعلت ابتسامة مرتجفة بريئة. قناص البراءة، عنوان قصتي. شكرا لك، شكرا لك، ممتنة لإداء متقن. وحيد غافر، نرجو أن يغادرك لتسكن روحك البهجة. فرشاة ليلى علي منصور من العراق، فيها ألوان وأمنيات غلفت عالمها. تبدو الحياة لها كفرشاة رسام وألوان قوس قزح، لكن طيفها وأمنياتها سرعان ما تلاشت فاتفاقت على حادث أليم. فرشاتي بليلى علي منصور من العراق، تتفضل بقراءتها على مسامعك. تفضلي. مساء الخير والعافية. عفوا. نعم أعتذر إليك، لدي الاسم ليلى وليس لبنى. أعتذر إليك عزيزتي، لبنى علي منصور. نعم. مساء الخير والعافية. عنوان فرشاتي، الفكرة الأساسية: الفنان يعمل بقلب وعقله ويديه، دنية الرسام حيث تبدو الحياة أعمق بالحب والجمال بالطبيعة رغم العناء والتعب. سامي، كنت منهكا في الرسم عندما دلف إلى المرسم فؤاد زميلي في العمل بحرارة. تذكرته في الحال رغم مروري أكثر من شهر، تركت الفرشات والألوان وصافحته وأشرت عليه بالجلوس إلى مقعد الموديل وسألته كيف حالك، وأنا وقفت إلى جانب عاقد ذراعي على صدري أتطلع إليه فيما راح يقلب عيناه في جدران المرسم يمينا ويسارا، وقال: سامي، لقد تقدمت في عملك، أهنيك. في هذه اللحظة سقطت لوحة، ذهبت مسرعا وحملت اللوحة من الأرض، وعندما انتهيت من رفعها حسدت صاحبة اليد التي لمستها، وساد بيننا لحظات صمت قصيرة سرعان ما قطعتها حين انطلقت تتحدث سلمى: إنني أعتذر، كان حادثا. كان صوتها ناعما. سلمى: يبدو أنني صنعت مشكلة بسبب الجو البارد بعض الشيء. قلت لها مداعبا: إذا كان جو بلادي قد يضايقك فأنا أعتذر لك نيابة عنه. ابتسمت بصوت ناعم وقالت: لماذا تعتذر؟ أنا يجب أن أعتذر من صاحب اللوحة. ثم يتقدم فؤاد زميلي ويقول: سامي، رسام المحترف، دعيه يرسمك بالقلم والفرشات يا سلمى. أعجبتني الفكرة وسألته: هل ممكنك زيارتي غدا سلمى؟ أجابت: ممكن، ليس لدي ما يمنعني من الحضور غدا، ولكن بعد غد عندي طائرة. وفي الصباح اليوم التالي جلست سلمى مستسلمة لريشتي بحماس وثقة كأنها أمام رسام شهير. لعلها كانت تتخيلي
دافي شيء، وفحين إنني لم أكن سوى رسام يقف مندهشا أمام أعمال الفنانين الكبار. كانت ترتدي ثوبا، وكانت عيناي تنتقل بين القماش، وبدأت محاسنها تتوضح لها. عينان عسليتان صافيتان، ويرتسم فوقهما حاجبان دقيقان. فرحت أسجل معالمها بدقة، وهي تبتسم بشفتيها اللوزتين وأنا أنظر لها معجبة. سألتها أن تحدثني عن حياتها وإني تسافر غدا، فقالت أنا من أمريكا، أحب الفن وأحب التراث البغدادي لأن أبي عراقي وأمي أجنبية. الحياة جميلة. عادة اختفت مع الأيام عندما أبي فقد الحياة. بدأ الحزن يمر، ثم ساد الصمت بيننا. وبعد أن انتهيت من اللمسات الأخيرة، اقتربت مني ومن اللوحة، وأنا أخذت أشتم عطرها، فقلت هلا أنت بمثل هذا الجمال؟ ظننت أني أحببتك يا سلمى، لقد أحببتك كما يحب المرء إنسان عزيز عليه. ضحكت، كانت ضحكاتها صادرة من القلب، فقالت الوقت تأخر، إنني سأغادر وأخذ اللوحة. وبدأت تأخذ أدواتها. سألتها متى تزورين العراق؟ قالت لا أعلم، ربما بعد شهر، وممكن من أجلك، وسوف يتاح لنا الوقت دائما للتعرف أكثر. وأخذت لوحتها ورافقتها إلى الباب، وفي لحظة الوداع أحسست بغصة الفراق. حين عادت إلى مرسمي كانت ما تزال حاضرة، جالسة أمامي كطيف كالحلم العطر الجمال، كله يوجد في المرسم وإنما هي غادرت. وفي اليوم التالي استمع على الراديو نداء سقوط طائرة، الركاب متجهة إلى أمريكا. كانت سلمى أحدى ضحايا الحادث، فماذا يمكنني أن أقول؟ لقد اختال القدر. أعز فتاة وأروع لوحة فقدتهما إلى الأبد. شكرا جزيلا. شكرا لك يا لبنى، شكرا. لا يزال التحديق في عينيك يشبه متعة إحصاء النجوم في ليلة صحراوية، ولا يزال اسمك الاسم الوحيد الممنوع النصر في حياتي. لا تزال في خاطري نهرا نهرا، وكهفا كهفا، وجرحا جرحا. لو لم تكن حنجرتي مغارة جليد لقلت لك شيئا عذبا يشبه كلمة أحبك. شيماء مرحت سون المقداري، كفتها كانت ضمن المستوى الأول، لكنها للأسف لم تتمكن أمس من الحضور. عنوان قصتها خزانة. أردنا فقط الإشارة والتنويه إلى قصة شيماء نوري حسون المقدادي من العراق. مساء الخير وشكرا على التقديم، وآسفة بسبب الخلل اللي صار عندي البارحة، وأتشرف من أكون اليوم موجودة معكم. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا. قصتي بعنوان خزانة. في خزانة جدتي التي أقفلت بابها طويلا ولم أفتحها منذ رحيلها،
بقايا طفولتي وبقايا عطورها وبعض أشيائها، قرنفل، مسك، حناء وأخرى لا أذكرها، ويد لعبة الصغيرة التي سرقوها وغفلوا عن يدها المقطوعة، فاحتفظت بها ذكرى لأول دمية أحصل عليها بشعر أشقر، وحقيبة من طراز قديم فيها صورة نهر بألوان الأسود والأبيض. كان هذا النهر يحمل حكايات كثيرة جدتي روتها لنا حين كنا صغارا، عن قصة بجعة هبطت إليه لأنها مرضت ولم تستطع الطيران، ثم تحولت إلى فتاة تشبه الشمس بعد أن شهدت بعض الغرقى في قاعه يشكون العتمة والغربة. قالت جدتي أن سماسرة الوطن باعوهم لسماسرة الدين. تحدثنا كيف هرب السمك من بين ذراعيه بعد أن دب الجشع في نفوس مدينتنا الصغيرة، فراحوا يصطادونهن في كل موسم دون أن يكترثوا لعددهن الذي بدأ يتناقص. وحين سألناها كيف رحلت الأسماك، قالت وهي تمسد رؤوسنا أخذتهن حورية البحر التي كانت تأتي بين فترات متباعدة، فغرنا شفاهنا ونحن نخرج من سؤال إلى آخر. وكيف كانت تأتي الحورية؟ أجابتنا يحملها القمر ثم تقفز في فم النهر، لكن القمر في آخر مرة حين كان يعود بها إلى البحر التهمه الحوت. لم أفكر بتقليب ما في الخزانة، وأنا أتذكر أني بقيت سنوات أشفق على القمر الذي التهمه الحوت وأنقذه الناس بالخروج إلى الأزقة وهم يصرخون حوت يا من حوت حلي قمرنا العالي. ومنذ تركه الحوت لم يعد القمر يحمل الحورية ويأتي بها إلى النهر القديم، النهر الذي أجرت فيما بعد البلدية تغيرات عليه فقامت بتحوير مجراه ولم يعد يمر بين أزقتنا. أما فتاة الشمس فلطالما تخيلتها قد هربت على ظهر قوس قزح عاد بها إلى ماضيها. الماضي لعنتي التي تصيبني غالبا بكآبة أثناء رجوعي إليه، أنا التي تهرب دوما من الحاضر إلى المستقبل، فكيف أعود الآن أدراجي إلى الأمس؟ لكن منذ أيام وصوت يلح على مسامعي أن افتح الخزانة، ربما هو الحنين لأمي، فلطالما كنت ابنة أمي وأمها، لذا كنت أشعر بما أني تجرعت اليتمى مرتان أن لي حياة أخرى. المفتاح الذي أخفيته عن أعين الجميع غاب عن عيني أيضا، وأن أبحث عنه كانت تتساقط أمامي ألوانا لم أعرف مصدرها، لذا ظننت أنها ذاكرتي تسرب أمامي ألوان فساتيني التي خاطتها جدتي في الأعياد، بينما صوت أمي يغمرني وهي تدندن بإحدى أغاني السبعينيات. أين المفتاح؟ كنت أدور حول نفسي مثل طائر بجع جريح لم يضع على جنبيه جناحيه واستمرا يخفقان، ليتحول رأس البجعة إلى جهاز تلفزيون قديم وتبدأ صور مضحكة وأخرى مبكية تتوالى على رأس الذي أصبح يشبه رأس البجعة. لم أمسك المفتاح الذي وجدته تحت المخدة والتي تنام عليها دمعة لا أعلم أي عام منكوب نسيها على وجهها، فباتت تشبه بركة يغني فيها القصب إلا بشق الأنفس، فأصابعي كانت تتحول إلى ريش أبيض يسقط منها ندف الثلج كلما رفعتها لتنخفض درجة حرارة التي ارتفعت منذ أول قبلة حب. دار المفتاح في باب الخزانة بهدوء دون عرقلة، كأنه لم يهمل كل هذه الفترة الطويلة من الزمن. عانقتني رائحة حناء جدتي، وجاءني صوتها كأنه المطر ينهرني أن أعبث بحاجياتها. يد دميتي المقطوعة كانت تنام بهدوء قريبا من الحقيبة التي حملتها بلهفة وفتحتها لأخرج منها الصورة الوحيدة، لكني لم أكاد أفتحها حتى تقافزت أسماك تبكي وتدفق منها نهر غمر البيت،
ظننتني سأغرق قبل أن أبصر يد دميتي تومئ لي لأتبعها. كانت الأزمنة تختلط، لعبتي تعود سالمة، عطور جدتي تدور حولي مثل جنيات صغيرات، وهي تضع لي الحناء في يدي بينما نجلس في باحة دارها تحت أشعة الشمس التي تأكل كبد شط العرب في إحدى معارك الفاو دون أن يكتب أسفل شاشة التلفاز عاجل. فساتيني الزهرية، أساوري الفضية، وقلاداتي التي نسيت شكلها، ريشة الذهب التي وجدتها حيث سقطت ابتسامة عمر سعدون وهو يبحث عن وطن، والطرق التي رحلت مع آخر نعش حمل رسائل شهيد لم تصل لأصحابها، بينما أبي ينتظرني غاضبا لتأخري في العودة للبيت ولا يعلم أني لحقت بالأسماك وأصبحت أجهل كيف الرجوع. كنت أتحول والسنوات تمر بي إلى صندوق الدنيا، يصطف الأطفال حولي ويرونني تباعا كأني صندوق عجائب، يتلمسون أجنحتي وأنا أحدثهم عن قصة البجعة بينما يتساقط عن الجزء السفلي من جسدي قشور السمك. شكرا. خزارتك ساحرة يا شيماء، هي صندوق عجائب فعلا. شكرا لك عزيزتي. أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر. ثمة بحار الألم وبحار الشك وبحار الحزن وسواها، ولا بد بعد ذلك من سفن. فثمة سفن الشوق وسفن الأمل وسفن المحبة تقترب لترسو على البر. دكتور عصام رزق سعيد من مصر كتب قصة عن جبروت ابنه، وهي من المستوى الأول. تعذر حضوره في يوم أمس، ينضم اليوم إلينا مشكورا، فليتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل. وبينما أنا واقف على حافة الطريق في انتظار سيارة تنقلني إلى محل إقامتي، فإذا بامرأة عجوز قد أحمت الظهر ظهرها حتى كاد رأسها يلامس الأرض، بدت في عباءتها القذرة البالية الممزقة، وكأن الدنيا بتقلباتها قد جارت عليها وقصت، ولم ترأى في حالها وخوار قواها، فما إن رأيتها حتى تمخضت السماء بشفقها الدامي وأمطرت الجروح والآلام. بدت العجوز في مساء ليل قارس ببرودته بين هطول أمطاري وحفيف هوائي وهزيز رياحي وخرير مياهي تضرب جنبات الطريق ضربا. بدت في منتصف الطريق المزدحم بالسيارات تبكي وهي تنظر إلى الأرض بين قدميها، وطارة عن يمينها وطارة عن شمالها، وتنظر أمامها وخلفها وكأنها تبحث عن شيء سقط من يديها النحيلتين اللتين تبتعدان من برودة الجو، وربما من الخوف الذي غطى وجهها الأسود المنكمش وملأ قلبها الأموي الحان وهيمن على نحالة جسدها. ذلك الخوف الذي تشفق منه الجبال، الذي إذا ما حملناه هدت منه هدى، ولا أدري لماذا همت في تفكير ولم أسرع نحوها لسؤالها عن حاجتها وتقديم العون لها. فكادت عربة تدهمها لولا عناية الله، فإذا بالسكون التام الذي ملأ أركان الأرض، فإذا بالسيارات قد توقفت والسماء قد سكنت، فلا مطر ينهال كما كان، ولا رعد يدوي الآذان، ولا حفيف هواء، ولا هزيز رياح. الكل أطرى نحو العجوز
سقطت على الأرض بعدما مالت بجسدها خشية الاصطدام بالعربة التي أوقفتها عناية الله في اللحظة الأخيرة. هنا التف حول المرأة العجوز كل من في الطريق يسندونها ويسألونها عن شأنها، إلا أنها ما إن وقفت على قدميها حتى استأنفت ما كانت عليه من قبل من النظر إلى الأرض باحثة عن شيء ما، مهمهمة بكلام كثير لا يبين منه إلا كلمة ابني ابني. فما عساه أن يكون ابنها؟ وما قصة فلذة كبدها؟ سيطرت الدهشة الممزوجة بروح الرأفة على من في الطريق من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، والمرأة العجوز على ما هي عليه لا تأبى بمساعدة ولا تنصت إلى حديث ولا تريد أن تبرح مكانها للجلوس على مقعد على حافة الطريق وعدة للسائرين. وبينما نحن على ذلك فإذا بها تنظر بعينيها الغائرتين إلى حافة الطريق، فأدرت رأسي إلى حيث تنظر فإذا بسيارة فارهة ينزل منها شاب في مقتبل العمر يبدو عليه من معالم الثراء ما لم يبدى على غيره الكثيرين. ينظر إلى هذا العجوز نظرة يكاد ينخلع لها القلب المرأة العجوز التي سرعان ما تبدلت كلمتها التي ما ظننتها تبدل وهي ابني ابني إلى كلمة أخرى هي يا رب يا رب، وكأنها تلوث إلى ربها ليعصمها من هول ما هي فيه ومن كارثة قد تلم بها. وأنا أنظر إليها طارة وإلى الشاب طارة أخرى، فإذا بالشاب ينحرف عن يمينه إلى محل مواد غذائية ليشتري ما أراد، ثم سرعان ما خرج في يده الأكياس الممتلئة بما اشترى متوجها إلى سيارته، ولكنه قبل أن يركب سيارته أدار رأسه نحو العجوز وألقى نظرة عنوانها الغضب ثم انصرف. والعجوز على ما هي عليه من كلمة يا رب يا رب، وهنا استجابة العجوز لمحاولة الرحماء بتركها مكانها وجلوسها على المقعد، وانفض الجميع من حولها بعدما عرضوا عليها المساعدة بكل فنونها غير مدخرين جهدا في ذلك، إلا أنها أبت أن ترد على أحد. هنا تمالكني الشغف فجلست جوارها أحدثها ولا تجيب على شيء، حتى استجابت أخيرا لشغفي قائلة لي روحنا عن ابني. وبالفعل توجهنا سويا إلى حيث تقيم في حي من أحياء القاهرة، وطرقت الباب وليتني ما طرقته حيث فتح لي الباب سريعا، فإذا بشاب يفتح الباب وهو يصرخ قائلا تعالي، وفي يده صوت العذاب الذي ينتظر العجوز، وأنا أحملق في الشاب. فإذا به هذا الشاب الذي نظر إلى العجوز في الطريق ونظرت إليه. هنا صعقت ولم أدري بنفسي إلا وأنا أقول له اتق الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنها الأمة التي أوصى بها الله. ثم انصرفت وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أهذا ما دعانا إليه الله وحثنا عليه القرآن؟ إنها عقوق الآباء، إنها جبروت ابن. شكرا. شكرا لك سيد الفاضل. أحبتي حضورنا البهيم يمهل ولا يهمل، قصة كتبتها إسراء شكري سعد من مصر. تعذر انضمامها إلى المنصة بأمر طارئ، وامتنانا منا لمشاركتها توجب ذكرها وذكر عنوان قصتها. والآن أحبتي ننتقل وإياكم إلى المستوى الثالث من المسابقة لعمر أقل من 19. يتفضل الأستاذ عبد اللطيف عبايل لقراءة المشاركات ضمن المستوى الثالث.
إذا شكرا جزيلا للأستاذة الكريمة. إذا ننتقل مباشرة إلى المستوى الثالث ضمن المسابقة القصصية، ويمثله الفئة التي يقل عمرها عن 19 سنة، وقد بلغ عدد المشاركات في هذا المستوى 8 مشاركات. يعني يشاركنا في هذا المستوى إسراء محمد البيدر عثمان من دولة السودان بقصة عنوانها بريق الأحلام. تشاركنا أيضا إيمان حسن أحمد ملأ علي من دولة العراق بقصة عنوانها حروب الأقدام. تشاركنا روان نبهان العثمان من دولة لبنان بقصة عنوانها على قيد الحزن. إحسان محمد عبد الجواد من دولة العراق بقصة عنوانها الزكاة. تشاركنا خولة مهدي حمود من دولة العراق بقصة عنوانها ذات العمر الطفولي. جنى حسام جلول من بقصة عنوانها ماكس والفستان الثمين. صفاء عيد سالم من دولة السعودية بقصة عنوانها حقيقة الخيول. أخيرا لجين عبد العزيز العبد اللطيف من دولة السعودية على أرض المنفى. شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف عبادي. الحب هو أن لا أعزلك عن العالم. الحب هو أن أتركك بالزحام وأعلم تماما أن قلبك لي. رحلتنا أعزائي لن تنتهي ما دام الحرف يجمعنا. ضمن المستوى الثالث نقدم إسراء محمد البيدر عثمان من السودان في قصتها بريق الأحلام. لديها قديمة من الأحلام المؤجلة سطرتها أناملها الصغيرة لتطر في سمائها نجوما مضيئة، موهبة تطل علينا من السودان الشقيق لتكتب قصة بريق الأحلام، وهي تتحدث عن فقد الأحبة لتجد إن الفقد لا يعني بالضرورة فراقا حتميا، بل هو ولادة نجمة في ذاكرتنا جميعا. إسراء تقدم وروي قصتك في عزيزتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، أنا اسمي إسراء محمد البيدر عثمان، سودانية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف أقدم لكم قصتي بعنوان بريق الأحلام. بسم الله. أرسلت أسيل ناظريها إلى النجوم البراقة في تلك الليلة الشتوية، وتمنت من أعماق قلبها أن تصبح نجمتها المفضلة التي أسمتها كوثر صديقة لها، تبثها كل ما تشعر به، وتخبى عندها كنوز أسرارها، وتشاركها الفرح والسرح. في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وكانت ليلة عيد ميلاد أسيل، دبت الحياة في نجمة كوثر، وأخذت تنظر من أعالي السماء، متمنية النزول إليها كي تشاركها الفرحة وتنشر عليها بعضا من بريق الأحلام السحري الذي تحتفظ به. تمنت ذلك من أعماق قلبها حتى سمح لها بذلك على الرغم من كونها نجمة صغيرة في مقتبل العمر، ما إن همت بالنزول حتى أمسكت إحدى صديقاتها وتدعى سميرة بيدها وقالت لها: ماذا تفعلين؟ لن أدعك تنشرين بريقك عليها فقد تموتين. ردت عليها كوثر قائلة: لا تقلقي علي يا سميرة، فأنا لدي مخزون كبير من بريق الأحلام، وفي حال نقصت طاقتي وأوشكت على الموت، حينها يمكنك أن تذهبي إلى بيتي السماوي وترشي علي بعضا من البريق. قالت ذلك ونزلت إلى حافة السرير الذي كانت ترقد عليها صديقتها أسيل، والتي كانت تمر بواحد من أسوأ كوابيسها. كانت تتقلب في فراشها وتهمهم بكلمات
وتهمهم بكلمات لم تتبين منها كوثر سوى القليل. قامت كوثر برش بعض من بريقها على أسيل جاهدة في محاولتها للقضاء على كابوسها المخيف، لكن تلك الكمية من البريق لم تكن كافية، فقررت أن تنشر عليها كتل محظوظ. رشة تلو الأخرى عادت أسيل إلى عالم الأحلام السعيدة، حيث لا تنصف تلعب وتمرح مع صديقتها كوثر. وبينما كانت أسيل تسبح في بحور من الفرح والسعادة، كانت كوثر مستلقية على الأرض منهكة جدا وباهظة للدرجة التي يظنها الرائي محض صغار. وعلى الرغم من كل ذلك كانت في قمة السرور برؤية صديقتها وهي تنغمس في أحلامها السعيدة مجددا. بعد بضع دقائق نزلت سميرة محملة بحقائب كثيرة وكلها ممتلئة ببريق الأحلام. نظرت إلى صديقتها كوثر وهي موقعة على الأرض، ومن ثم صرخت: ماذا حدث يا كوثر؟ لقد فقدت كثير من البريق، حتى مخزونك لم يكفي لإعادة الطاقة اللازمة لكلمتك. هذه ليست مشكلة، ولكن انظري كم هي سعيدة أسيل. ما الفائدة من سعادتها؟ أنت ستموتين يا كوثر، وهي لن تتذكر حلمها عندما تستيقظ، فما الفائدة إذن؟ لن أموت يا سميرة، سأظل حية في ذاكرتك وذاكرة أسيل. ادخلي حلمها وستعرفين. عملت سميرة بنصيحة صديقتها كوثر ودخلت إلى حلم أسيل ورأت ما لم تتوقعه. رأت كوثر وهي تمرح وتلعب مع أسيل، كانا تقريبا يفعلان كل شيء معا، من الذهاب إلى التسوق وحتى التسكع في شوارع البلدة. خرجت سميرة من الحلم وهي حزينة على فراق صديقتها العزيزة. نظرت إلى السماء ووجدت نجمة براقة، فكانت صديقتها. قالت: كيف نسيت ذلك؟ من موت نجمة تولد نجمة أخرى أكثر لمعانا وبريقا، فهذه سنة الحياة. شكرا جزيلا لاستماعكم. شكرا لك إسراء، شكرا أيتها النجمة المضيئة. ومن هذا المستوى أيضا لدينا دنيا عبد الباسط من العراق، عمرها 16 سنة، ومشاركتها تحمل عنوان أم اللغات. دنيا عبد الباسط حميد. حميد دكتورة، عفوا، بالنسبة لأخت دنيا، هل هي جاهزة لعرض مشاركتك؟ ثواني. نعم نعم، إن كانت جاهزة فلتتفضل دنيا. نعم نعم. عنوان قصة أم اللغات. في أحد الأيام جلست مع لغتي لأسمع وصفا لجمالها في مكان يملأه الهدوء، وكان أمامنا جبال شاهقة الارتفاع ونهر مياهه صافية، ومن خلفنا كان هناك بستان. فقلت لها: صفي لي نفسك. فقالت: أنا كالبحر لا يوجد له نهاية، أخبئ في جوف اللآلئ والدرر. لا، هل صوتي واضح؟ نعم واضح. فقالت: أنا كالبحر لا يوجد له نهاية، أخبئ في جوف اللآلئ والدرر، لا يوجد لدي وعر، من يقرأني يسر، ومن غاص في بحره طريقه ينار، وحياته تضاء كالليل والنهار. أنا لغة القرآن ولغة الضاد وأم اللغات، فهل هناك من يثمار؟ أنا التي تحتوي على 12 مليون كلمة وأكثر، أنا التي من يقرأني يفخر. أنا لغة رقيقة ودقيقة، وأحمل في جوفي أشياء مفيدة وشيقة، فإذا قرأتني لن تمل. أنا اللغة التي لا تشيخ ولا تضمحل، أنا التي ليس لها طفولة ولا شيخوخة، ومهما مرت الأيام سأبقى شامخة مدى الزمان. أنا مملوءة بالثمار
كبستان فيه ما لذ وطاف فيه من الخيرات من نخل ورمان. أنا التي تغنى بالشعراء وامتدحوا بجمالي، فقالت هل ترغب في جولة لكي تسمع ما قيل عني؟ فقلت لها بالطبع أرغب، فقالت هيا بنا. فذهبنا وأثناء سيرنا وجدنا شخصين، أحدهما يدعى إرنست والآخر يدعى ويليام. فسألنا إرنست وهو مؤرخ فرنسي ماذا تريد القول عن اللغة العربية، فقال اللغة العربية بدأت فجأة في غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة أو شيخوخة. وسألنا ويليام وهو مستشرق فرنسي نفس السؤال، فكان جوابه العبارة العربية كالعود، إذا نقشت على أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، ثم تحرك اللغة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكبا من العوالم والصور. وأكملنا سيرنا فوجدنا شخصا يدعى جورج وهو مؤرخ بلجيكي، وبعد سؤاله أجاب وهب الله اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن تعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة. فأجاب أحمد شوقي تعلم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. فقالت هل لديك سؤال بعد الذي سمعته؟ فقلت لها نعم. فقالت ما هو؟ فقلت لها لكن هناك من يرى أنك لغة صعبة إتقانها. فنظرت إلي وتبسمت وقالت ألم ترى الجبل؟ قلت لها نعم. قالت إذا نظرت إليه ستقول مستحيل تسلقه، فهو شاهق الارتفاع، لكن عندما تقترب منه وتتسلقه رويدا رويدا ستصل. وهناك من تسلقه بالفعل لأنه كانت لديهم الإرادة للوصول فوصلوا وحققوا ما يريدون، وأنا كالجبل تتسلقه لكي تصل وترتقي وتحصل على ما تريد. وقالت لا تنسى إنك بدون لغتك ستكون بلا هوية. ثم سمعت صوت المتنبي وهو يقول لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، فأعيدوها يا بنيها نهضة تحيي رجاها، لم يمت شعبا تفانى في هواها واصطفاها. وبعد نهاية رحلتي هذه عدت إلى منزلي وأنا في قمة سعادتي، وعاهدت لغتي أن أحييها وسأحاول قدر الإمكان أن أستخرج الدرر من بحرها، فهي تاج فوق رأسي وأول حرف نطقت به هو حروفها، ونمت وأنا أرد أردد أبجديتي ألف باء تاء ياء، وحلمت بكلام جميل يصفها، أنا لا أكتب حتى أشتهر لا ولا أكتب كي أرقي القمر، أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر، لغة الضاد وما أجملها سأغنيها إلى أن أندثر. وشكرا لكم. أحسنت حبيبتي يا دنيا، رحيت فينا الأمل بسمو العربية ورفعتها. بارك الله بكم، بارك الله بكم. ما زالت رحلتنا ممتدة أعزائي أحبتي. أنا لنا الآن أن نكلل الليلة لنتوج إبداعكم بدروع إبداع لن ينضب. الأستاذ الدكتور محمد جواد البدراني رئيس اللجنة التحكيمية يعلن الأستاذ الدكتور محمد جواد البدراني رئيس اللجنة التحكيمية يعلن نتائج المسابقة النهائية، فليتفضل مشكورا. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المنتجبين. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي، شرف لي أن أكون معكم في هذه الأمسية، شاكرا رئاسة منتدى الضاد وأكاديمية إثراء المعرفة على تشريفهم إياي بالمشاركة بلجنة التحكيم. وقد شاركني في هذه اللجنة التحكيمية كل من الأستاذ الدكتور أمجد الفاضل، الأستاذ الدكتور خالد علي الياس، الأستاذ الدكتور علاء الدين الغرايبة من القطر الأردني الشقيق،
وقد سعت اللجنة إلى قراءة جميع القصص قراءة نقدية متأنية ووضع الدرجات اعتمادا على استمارة خاصة تتعلق بالموضوع والبناء السردي ورسم الشخصيات واللغة والعنونة وغيرها. وبعد جمع درجات المحكمين واستخراج معدلاتها مع لجوء اللجنة إلى استبعاد بعض القصص التي لم يكمل أصحابها تعهدات الملكية الفكرية، فتم الاستبعاد وإلغاء الدرجات الممنوحة لها. بعد ذلك كله توصلت اللجنة إلى النتائج الآتية: المستوى الأول، القصة الفائزة بالمرتبة الأولى قصة خزانة للقاصة شيماء نوري حسون المقدادي من العراق. القصة الثانية التي فازت بالجائزة الثانية في المستوى الأول هي قصة الزاوية المهجورة للقاص مهند يحيى حسن من العراق أيضا. القصة التي فازت بالمرتبة الثالثة هي قصة الصورة لسهر عبد المالك الغماري من المملكة المغربية الشقيقة. هذه هي القصص التي فازت بالمستوى الأول. المستوى الثاني، فازت كل من القصص الآتية: المرتبة الأولى لقصة المحطة الأخيرة لزكريا أزنون من المملكة المغربية الشقيقة. المركز الثاني، الورقة البيضاء للآنسة بدر محمود دغمان من الجمهورية اللبنانية الشقيقة. المركز الثالث، قصة هلاك للقاص أحمد محمد حسنين من جمهورية مصر العربية الشقيقة. أما قصص المستوى الثالث فقد تم اختيار قصة بريق الأحلام لإسراء محمد البيدق عثمان من الجمهورية السودانية الشقيقة. أبارك للفائزين فوزهم بهذه المسابقة مع الشكر الجزيل لأكاديمية إثراء المعرفة ولمنتظى تدضاد ولأخوتي في لجان هذه المسابقة كافة، وللأخت الكريمة الأستاذة الدكتورة وسام علي الخالدي رئيسة منتدى الضاد العربي. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور محمد. سادة الحضور، كنتم نجوم أمسيتنا، كنتم نجوم النظيفة أضاءة هذه الأمسية. شكرا لحضوركم البهيج. المشاركون جميعا مبارك لكم أحبتي. ختام المسابقة، تتقدم رئيسة منتدى الضاد العربي الأستاذ الدكتور وسام علي الخالدي لتستلم المنصة، تتفضل. شكرا جزيلا. اليوم كنت نجمة ساطعة في سماء هذه الاحتفالية الجميلة، أحسنتي وأجدتي، وكان هذا الصوت الجميل الذي بعث في الروح ذلك الجمال الأبدي. شكرا لك دكتورتنا المتألقة دوما. أولا أقول ألف مبارك للجميع. أولا أود أن أنقل تحايا رئيس أكاديمية إثراء المعرفة الأستاذ الدكتور يوسف المشهداني لكم جميعا أيها المتسابقون، الذين يعني نتمنى أن تكون هذا الاحتفال سنوي بإعداد مسابقة للقصة القصيرة. ولولا ارتباط رئيس أكاديمية إثراء المعرفة بمحاضرة لكان معنا في هذه اللحظات السعيدة. كما يسرني أن أقدم لكم أجمل التهاني وأرق التبريكات باسمي واسم منتدى الضاد العربي ومنتدى المرأة والطفل برئاسة المتميزة المبدعة دوما الأستاذة الدكتورة إسراء، وأيضا إلى كل من أسهم في نجاح هذه المسابقة، رؤساء وأعضاء المسابقة، وأذكرهم بكل فخر واعتزاز. أذكر رئيس اللجنة التحضيرية
الدكتور معنى وليد ورئيسة لجنة الفرد الدكتورة بلقيس الكبشي ورئيس اللجنة التحكيمية الدكتور محمد البدراني ورئيسة اللجنة الإعلامية راندا موسى. أقدم لكم جميعا باقة ورد وأقدم لكم باقة إبداع وأتأمل أن نلتقي ثانية على منصة الإبداع. وأنا سعيدة جدا في هذه اللحظات بنجاح هذه المسابقة وسعيدة بفوز من فاز منها بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة وحتى العاشرة. بما يزيد من وهج هذه السعادة أن رئاسة منتدى الضاد ورئاسة المرأة أيضا لم يكن لنا تدخل في عمل لجنة الفرد أو التحكيم، وإنما كانت هنالك خاصية ارتئينا أن تكون هذه الاختيارات أو هذا التحكيم من قبل هذه اللجان. يصبح ذلك تقليدا نعتز به ونحافظ عليه وعلى شفافيته في كل النشاطات القادمة. سعيدة جدا، مبارك لكم جميعا، مبارك لكل من كان معنا في هذه المسابقة. ستكون هنالك إن شاء الله مساهمات قادمة، ستكون نشاطات قادمة، هذه لن تكون هي المسابقة الوحيدة، إن شاء الله سيكون لها تكرار سنوي. أشكر كل رؤساء وأعضاء اللجان الذين أسهموا في نجاح هذه المسابقة. أشكر منتدى المرأة والطفل في تعاونهم معنا في إقامة هذه المسابقة الدولية. أشكر كل من حضر معنا خلال اليومين الماضيين، وأشكر كل هذا الحضور الجميل. لن تكون هذا النشاط لمنتدى الضاد العربي لن يكون هو الوحيد، وإنما هنالك نشاطات متكررة، هنالك شهادات مشاركة ستمنح لجميع من شارك معنا، هنالك أيضا سيكون كتيب إلكتروني لهذه المساهمات، ولكن بعد تقديم تعهد للملكية الفكرية التي ربما كانت هنالك استمارة عدها رئيس اللجنة التحضيرية دكتور معنى وليد مشكورا بأن يقدمها صاحب هذه المشاركة حتى يتم نشرها في هذا الكتاب. سعيدة جدا، وأكرر شكري وترحيبي ومباركتي لكم جميعا، وأقدم لكم أجمل باقات الورد. الآن أترك المجال لأيضا الأستاذة الدكتورة إسراء، كانت لها كلمة وأيضا إن كان له مداخلة فليتفضل. مشكورا. نعم دكتورة إسراء. أهلا دكتورة. نعم أهلا أشكركم. مبارك. نعم. أباركك على هذا الإنجاز الراقي والرائع، فعلا أبدعتم منتدى الضاد العربي ومنتدى المرأة لتان التحضيرية والإعلامية والتحكيمية وأيضا الفرز. سلمتم وعاشت إيدكم، إن شاء الله تكون لنا نشاطات أخرى، وبحسب علمي أنه هذه المسابقة حتى تكون سنوية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله وتكون أروع وأبدع بكثير السنة القادمة بإذن الله. إن شاء الله دكتورة، جزيل الشكر. شكرا لك دكتورة، أبدعت شيء، مبارك لك هذا الإنجاز العلمي. شكرا حبيبتي. شكرا. مبارك لك دكتورة. شكرا. مبارك لمنتدى الضاد ومبارك لمنتدى المرأة والطفل هذا التميز وهذا النجاح الكبير. من له مداخلة أيها الأخوة والأخوات، نحن اليوم حقيقة كانت هذه المسابقة من أنجح نشاطات منتدى الضاد العربي. نبارك لكم جميعا ونشكر الجنود الذين كانوا وراء هذه المسابقة، رئيس اللجنة التحضيرية ورئيسة لجنة الفرد وكذلك اللجنة التحكيم وكذلك اللجنة الإعلامية برئاسة أستاذة راندا. فمن له مداخلة في نهاية هذه المسابقة فليتفضل. دكتورة وسام اسمحي. أي نعم تفضل. السلام عليكم. طبعا مبارك للجميع. مبارك للجميع وشكرا لدكتورة وسام، حضرتك كنت مبدعة وراقية بهذا الإنجاز الراقي، مو غريب على حضرتك. وأيضا أشكر دكتور إسراء، دكتور معنا، وأشكر الجميع. هذا أنا أعتبره عرس كبير جمع الوطن العربي في هذه المنصة. أتمنى الموفقة للجميع وشكرا لكم، ونلتقي المرات القادمة. السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام. بتميزكم ونجاحكم وتعاونكم كنتم أنتم وراء هذا النجاح الكبير والباهر. شكرا جزيلا لك يا أستاذ خطيب. نعم، هل هناك مداخلة أخرى في نهاية هذه المسابقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك. هذا الإنجاز، أنت كل يوم دكتورة وسام تذكرينا بأنه كأنه عرس بالأكاديمية بصراحة. سنين دكتورتنا مبدعة دوما. أحس وكأنه اليوم عرس وفرح بالأكاديمية. أنت سنين دكتورتنا يومية للأكاديمية، تزيدي لها فد رفعة وتزيدي لها فد درجة عالية للأكاديمية. هذا شيء
تذكروا الكل، المفروض من رئيس الأكاديمية إلى أصغر عضو في الأكاديمية، أنت تزيدين يوميا للأكاديمية رفعة وقوة بحضوركم هذا اليومي يعني، وبنشاطاتكم اللي أصبحت يومية تقريبا يعني، وأصبحنا بصراحة يعني نفتخر بنشاطاتك ونفتخر بكل هذا الحضور اللي يحضر هذا النشاط ما شاء الله. وهنيئا لمنتدى الضاد بالدكتورة وسام الخالدي، وشكرا جزيلا. تسلمين حبيبتي دكتورة، هذه شهادة اعتز بها، وأتمنى أن أكون عن حسن ظنكم إن شاء الله، يعني الأكاديمية تكون دائما في تألق ورفعة بوجود حضرتك ووجود كل القائمين عليها. شكرا جزيلا دكتورتنا المتميزة ومبدعة دكتورة سميرة. ألو. نعم أهلا وسهلا. بارك الله بكم على هذه المسابقة الأدبية. شكرا جزيلا حضرتك. نقوم بشكر وجزيل إلى منتدى الضاد وأكاديمية. بارك الله بكم. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا سمحتم لي بمداخلة صغيرة. نعم. عبر بين إنجليزية وعربية، قارن بينه. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد البيدر عثمان، أنا طبيب وشاعر وقارئ وناقد أدبي. الله يحفظك العافية. وأنا والد إسراء التي فازت بالمركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله، مبارك 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 لك هذا الله. التميز المبدع إسراء تكون خاصة كبيرة إن شاء الله، نفتخر بها نحن جميعا، كانت مميزة في إلقائها وفي كلامها وفي طريقة عرضها، مبارك لك هذا التميز إن شاء الله. أكيد هذا الشبه من ذاك الأسد. نعم الله يبارك فيك. يعني صراحة يعني أنا ووالدتها، والدتها طبعا أيضا هي قاصة وهي كاتبة وناقدة إن شاء ومهندسة. الله ستكون لكم استضافة خاصة لمنتدى الضاد العربي كأسرة يعني ما شاء الله أدبية، يسرنا أن تكون في ضيافة منتدى الضاد العربي في أمسية أو في على راسنا. انتوا لو تريدون ناتيكم في بغداد، يعني صراحه هذه الاحتفاليه وهذه البوتقه التي انصهر فيها كل العالم العربي وكل منافح عن لغه الضاد، يعني يجعل الكلمات يعني لا تخرج، لكن نرفع ونلهج بالدعاء أن يوفقكم والله سبحانه وتعالى، ونشد من أذركم ونحن معكم دائما وأبدا لربعة الضاد في كل الظروف إن شاء الله. سلمتم وبوركت جهودكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الجميلة، وأنا مسرور جدا حضرتك أن تكون معنا وتكون أيضا بيننا هذه القصة الجميلة، وكانت مميزة في طرحها وإلقائها. مبارك لكم هذا التميز. مبارك. عفوا هل هنالك مداخلات اخرى قبل ان نختم هذه المسابقه؟ ايها الاخوه والاخوات، نحن اليوم كنا في عرس ادبي جميل، كنا حقا يعني فخورين ان تكون هذه المسابقه انجح ما يكون، كانت الموضوعيه في تحسين هذه النشاطات، وايضا كانت هذه المشاركه العربيه الكبيرة والواسعة من كل الدول العربية، هذا نجاح كبير للعربية ونجاح كبير لمنتدى الضاد العربي ولمنتدى المرأة والطفل. سعداء جدا أن يكون بيننا هذا التواجد وهذا الحضور الكبير. سعيدة جدا أن يكون هذا النجاح. نعم. السلام عليكم. أن معكم سهر القناري من المغرب. أهلا وسهلا يا سهر. أنا سعيدة جدا بهذا التأهل، ولا يفوتني أن أقول كلمة مبارك. مبارك لك، مبارك لك هذا التميز، مبارك لك هذا النجاح. شكرا لجانا ومنظمين وكل القائمين على هذه الأمسية الأدبية البهيجة، أشكركم على هذا الكم من الاهتمام والتميز الذي يدل على اهتمامكم بالشأن الثقافي طبعا في مجتمعاتنا العربية، وتشجيعكم للمواهب بمثابة شحنة إيجابية يعني تثري لغة الضاد وتغني مكتبات أهلها بما ينفع ويرفع. يعني صراحة حاملي القلم ممن يرون طبعا في حمل موقف ومسؤولية حسب شعاركم طبعا لا يستهان بها في التنمية الفكرية والأخلاقية،
وطبعا والقيم التعليمية والمعرفية إلى غيره. فالطب في أمان إن هي بين أياد ذهبية كأياديكم ترعاها وتحفظ كرامتها وتبعث طبعا الله للعالم بأسره، هكذا كانت والحمد لله، ولا تزال إن شاء الله في ظلكم وظل المبدعين العرب جميعا. شكرا جزيلا لكم. لا يكفيني طبعا أطلب تشجيعكم وهديكم، كان له أثر كبير طبعا على نفسي، إنما سيكون على الاستمرار في الكتابة ومنح لغتي الغالية لإن كان يجدي. شكرا جديدا مجددا، وتمنيتي لكم دائما بالإبداع والتفوق، وطبعا لجميع المشاركين في المسابقة أتمنى لهم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا، عفوا عن الإطالة. بالعكس سلمتي، ومبارك لك هذا الإبداع وهذا التميز الدائم، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة، شكرا أنك كنت معنا وكان حديثك هذا النجاح، شكرا لك يا سهى أيتها المبدعة دوما. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا لك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، هل هنالك أي مداخلة قبل أن نختم؟ كانت اليوم بالفعل هي أجمل ما يكون، وكان هنالك حضور كبير، وكانت مشاركات أجمل وإبداع أكثر. من له مداخلة ومن يرغب أن يتحدث في نهاية هذه المسابقة؟ الكل فائز في هذه المسابقة. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فعلاً حقيقة دكتورة، يعني أرس كانت للقصة القصيرة، يعني ما نعرف عاجزين عن شكرنا وتقديرنا مما قدمت بهذه الأمسية الرائعة. طبعا بوجودك دكتورة يعني ذات الصوت اللامع الرائع، يعني أنا صح والله ما أستم، يعني يوميا أنا إذا ما أسمع صوتك يعني أتألم بأول بالحماس والله العظيم دكتورة، يعني بدون مجاملات. وكل القائمين على هذه الأمسية الرائعة للقصة القصيرة، ونشكر يعني نبارك للفائزين جميع في هذه الأمسية الرائعة الجميلة والاحتفالية، وجودكم وجود كل القائمين على هذا على هذه الأكاديمية، وبارك الله بكم وجزاك الله خير الجزاء دكتورة. تحياتي واحترامي لحضراتكم. تسلمين دكتورتنا المبدعة والمتميزة والنشطة دوما، أنت من أكثر المتفاعلين من أعضاء منتدى الراديو العربي، نرحب بك دوما ولك في القلب محبة دائما. تسلمين دكتورتنا سعيدة المبدعة. سعيدة أنا سعيدة معاكم دكتورة. تسلمين حبيبتي. تسلمين دكتورة. تسلمين يا غالية، تحياتي واحترامي لحضراتكم دكتورة. حبيبتي تسلمين كل الهلاك. تسلمين على هذه الكلمات الجميلة، جدا سعيدة. نعم. قليلة بحقك والله دكتورة. مع ألف سلامة إن شاء الله يا رب، هي رائعة جدا. ألف شكر، ألف شكر هذه الكلمات الجميلة دكتورتنا العزيزة وخالية. تسلمين يا غالية. تسلمين حبيبتي دكتور. عفواً أيها الأخوة والأخوات، هل هنالك مداخلات أخيرة من يرغب؟ أود أن أنوه أنه إن شاء الله ستنطلق مهرجان سينطلق مهرجان للخطابة العربية خلال 27، وهذا المهرجان أيضاً مهرجان دولي سيكون له أيضا شروط، وسيكون هذا المهرجان بالتعاون مع جامعات عربية وعراقية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سأنوه عن الأعضاء الذين سيكونون ضمن هذه اللجان، وإن شاء الله سيكون أيضا حليف هذا المهرجان التوسع والانتشار، وأيضا أن يضم كل أقطار الوطن العربي، وهذا هو الهدف من إقامة هذه النشاطات، أننا نجمع كل هذه الورود من بساتين الوطن العربي أن يكونوا معنا في منتدى الراديو العربي. سعداء جدا بكم، سعداء جدا بهذا هذه المشاركات الجميلة. نعم عفوا، ما أعرف دكتور معنا هل أنت معنا؟ طبعا صاحب هذا الإنجاز وهذا التعب وهذا الجهد الأول كان معنا رئيس اللجنة التحضيرية دكتور معنا، نود أن نسمع في ختام هذه الأمسية، هل أنت معنا؟ دكتور معنا؟ دكتورة بلقيس أيضا نشكر دكتورة بلقيس، دكتور محمد سواد البدراني أيضا كان في رئاسة لجنة التحكيم، وأيضا في إدارة هذه المنصة أستاذ راندا، أستاذ قتيبة، أستاذ عبد القادر،
الأستاذة بتول، كل هؤلاء كانوا وراء هذا النجاح وهذا التألق، ألف شكر لهم جميعا. نعم. إذن نختم الآن ونقول لكم شكرا لهذا الإجزاء، شكرا لهذا التألق. نلتقيكم إن شاء الله في إجزاء دائم وفي مشاركات دائمة وفي نشاطات دائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم جميعا مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.